القسم الترابية خاصة داخل المنظمة الإفريقية. كان سلاما في إسبانيا مدرب مهتري سابقا. مجموعة إفريقيا الشرقية لم تكن كافية لإسرائيل المؤتمر الأمناء التي تنطلق ويروج لها رسوم القسم الترابية خاصة داخل المنظمة الإفريقية. كان سلاما. Nous sommes très contents, nous Sénégalais, résidents ici à Dakhla. Aujourd'hui, nous sommes honorés par Sa Majesté qui est aujourd'hui au Sénégal, à Dakar. Sa Majesté aujourd'hui est en train de faire véhiculer un message très fort aux deux peuples, Sénégalais et le peuple marocain. Aujourd'hui, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, veut dire au peuple sénégalais et au peuple marocain qui sont un seul peuple, ils doivent s'entraider, ils doivent s'unir, ils doivent s'aimer. من أهم النقط التي جاءت فيها خطاب صاحب الجلالة نصره الله كوب 22 إن شاء الله سيكون محوره حول إفريقيا، وحنا كنتمنوا كفاعلين جمعويين بجهة الداخل والذهب كل ما جاء به الخطاب الملكي بهذه المناسبة الغالية. لأنه سيدنا دي النقطة اللي شار لها ما بين إفريقيا والمغرب، لأنه نقطة مهمة كتشكل ما بين إفريقيا والمغرب، والحمد لله الاتحاد الإفريقي كان ساوم ما بينه وبين المغرب، والحمد لله زايدة مهمات كثيرة مازال إن شاء الله نقاط. الخطاب الملكي كان في محله من داكار، وكان عجبنا الخطاب الملكي، وتنقدموا لسيدنا ترفعوا ليه آيات الولاء والتبريك بهذه المناسبة، والله يطول لنا في عمره وعودة ميمونة إن شاء الله لأرض الوطن.